السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الاولى في مادة الجراحة. هنتكلم عن CHPS اللي هي الكونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس. ودي يا شباب حالة زي ما انا بقول لكم كده، كونجينيتال يعني حاجة غير طبيعية، عيب خلقي غير شائع في الاطفال بالمرة، مش شائع، معناه تضيق او ستينوزيس في الام في المعده، بيمنع ان الطعام يوصل للمعده بشكل كويس. يعني ايه هي الشيبس يا شباب او سي اتش بي اس؟ ده نيولي بورن بريزنتنج باي، دي حاجه يا شباب موجوده عند الاطفال، بتتميز بان هي بيبقى مصاحبه ليها فوميتنج، ترجيع مصاحب ليها. طبعا انا بقول لكم فوميتنج، والفوميتنج ده نوت ريسبوندنج تو انتيميتكس، مش بيستجيب لاي ادويه مضاده للقيء، يعني مهما ياخد انتيميتكس وهو بيرجع برضه مستمر. مصاحب ليه هانجر، الطفل عمال يرجع فطبيعي هيفضل جعان، ما هو حتى لو بياكل هو خلاص اللي بياكله بيرجعه على طول. طيب الحدوث بقى بتاع الشيبس يا شباب، دي بتحصل حوالي مثلا من 1 لـ 4 كل 1000 ليف بيرس، كل 1000 طفل خلاص بيحصل ما بينهم من 1 لـ 4 طفل. كميل وفميل كل 4 أولاد منهم بنت بيحصل لها، يعني من 4 لـ 1، والنسبة دي مهمة جدا جدا للامتحان وهتفتكروني. الانسيدنس كله مهم عامة. بيحصل كمان في الفيرست بورن بيبز اللي هو الأطفال اللي لسه مولودين في الأول، فبيبقى عندهم ايه موجود. الباثولوجي دي حالة مرضية، تمام، حالة مرضية في obstructions في البيلورز زي ما كلمتكم، في انسداد في ضيق، كل الكلام ده كله بيبقى معاها ترجيع زي ما اتكلمنا، والترجيع ده كمان بيكون repeated ومتكرر. الطفل هنا بيفقد سوائل والكترولايت، تمام. خلي بالك من الحتة دي، الطفل بيعمل صقل نورمالي، يعني هو لما بيجي ياخد يرضع من امه بيعمل صقل بكل شكل طبيعي وعادي خالص، وبيرضع بشكل طبيعي مفيش اي مشكلة، بس بعدين بعد ما بيرضع بيبدأ يرجع خلاص، وبيبقى اكستريم هانجر اللي هو فيه، يعني عارف انت جعان قوي، هو هانجري جدا. طيب ككلينيكال فيتشرز بقى، في ترجيع، الستول بيبقى شكله فيرم كده يا شباب، بيبقى طبعا نقص في الويت والوزن لانه خلاص ما مش عارف ياكل، وكل ما بياكل بيرجع، تمام، فطبيعي يبقى فيه لص في الويت. شيبس انفستيجيشنز بنعمل له تحاليل، وانفستيجيشنز بنعمل له مثلا التراسونوجرافي واشعه على البطن، بنعمل له باريم ميل على الوجبه بتاعته، بنعمل له فلود وبنديله طبعا فلود والكترولايت. شيبس تريتمنت، انا عشان اعالج لازم اعمل بريباريشن بشكل كويس قبل العمليه الجراحيه، فبقول لك ان البري اوبريتيف بريباريشن ده بيكون ماست، حاجه مهمه. الفلود والالكترولايت او المحاليل دي بتكون جيفن فور ذا تشايلد، بديها طبعا للطفل برضو. الطفل از ستوبت فروم بريست فيدنج، الطفل بوقفه من ان هو خلاص مش خليه يرضع بقى من البريست، لان هو مفيش فايده. بعالجه جراحيا، سيرجيكال التريتمنت بيكون سيرجيكال، والحته دي مهمه جدا، ممكن يجيب لك في الامتحان يقول لك الميديكال للشيبس بيكون ميديكال، يعني التريتمنت للشيبس بيكون ميديكال، لا هو سيرجيكال مش ميديكال. بحافظ على مستوى الفلود اللي عنده لفيو اورز، ساعات قليله. ورزيوم اورال فيدنج، الطعام بيكون طبعا او الفيدنج بتاعته بيكون اورال. طبعا دي المحاضرة زي ما شفتوا في 3 دقايق كجراحة، فمادة الجراحة اعتبر ده كتاب الجراحة كله عامة، اهو 44 سلايد، بس كل 44 سلايد دول فيهم كلمتين، يعتبر فيهم سطر واحد، وما بين 44 سلايد دول فيهم عنوان الدرس وفيهم سانكيو، فيعتبر 44 دول هم مثلا 20 سلايد بس اللي فيهم كلام فعلي والكلام قليل، فانا مش هشرح جراحة تاني. امال هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها؟ اكيد لا مش هنسيبها، الجراحة مهمة، مادة مهمة زي باقي المواد وعليها درجات. طب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي شرحت المحاضرة الاولى عشان افهمكم ان احنا ماشيين معاهم وان المادة سهلة، لان انا ما كنتش عارف اوصل لكم الفكرة دي غير لو شرحت، لان في ناس برضو مازالت اللي في دماغها، يعني انا ما اعرفش، هو انتوا بتفكروا برضو تفكير مختلف شوية، فماشي همشي وراكم وهمشي ورا دماغكم. فبالتالي شرحت لكم المحاضرة الاولى اهو جراحة زي ما انتوا خدتوها في الجامعة، والمحاضرة اظن ان مفيش اسهل من كده، هينزل لكم عليها امتحان عادي جدا.
بس انا مش هشرح جراحه تاني، هاجل الجراحه لحد لما اخلص المواد الطويله الرخمه زي طب النساء وتمريض نساء وتمريض اطفال وطب اطفال. انا لو خلصت الاربع مواد تاني دول بالنسبه لي الانجليش والاستراتيجيات والجراحه ولا هم كانهم اصلا مواد، هجيبهم لكم في محاضرتين ثلاثه وده عليا خلاص كده، عشان بس تكونوا فاهمين لما اجل حاجه ولا لما اعمل حاجه اكون انا فهمتكم انا بعمل ده ليه. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله.